السلام عليكم ورحمة الله الأخوات والإخوان. الله يجازيكم بخير. الفيديو اللي صيفطنا لكم قبيلة راه باقي السيدة اللي قلنا بأنها طايحة، هي راه طايحة تقريبا ساعتين هادي ولا شحال، هي طايحة هنايا لدرجة راه لومبيلونس ما خلاوهاش توصل، قسما بالله ما خلاوها توصل ليها، ديري ليها تعرض بأنها ما توصلش ليها، وتبقى السيدة هادي هاكا نعسة هنايا ما عرفناهاش واش حية ولا ميتة، ولا مرة تحرك مرة ما تتحرك، والسكر عندها راه طالع لواحد الدرجة ما كتصورش. وحنا راه هاد البلاد هادي راه تقهرنا فيها، والله إلا تقهرنا فيها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نتوما كيبنا نتوما بحالنا بحالكم، مواطنين بحالنا بحالكم، هما مواطنين، هما مواطنين بحالنا بحالهم، علاش كيتعاملوا معنا بهاد التعاملات هذا؟ كيحقروا على المسكين وعلى الضعيف وعلى اللي ما عندوش مسكين، والفيلات ها هما حدانا راه كيتبناو بالنهار بالنهار، ما كاينش اللي كيمشي ليهم. لدرجة شوف دابا حنا فين وصلنا، لدرجة دابا ها هي راه لومبيلونس ما خلاو باش تعرف انت تعرفوا انتوما الكلمة فين تتوصل عندهم، لومبيلونس ما خلاوهاش توصل لهاد السيدة هادي، ها هي ما بين الحياة والموت. الله يجازيكم لما تفاعلوا معنا بين هاد الفيديو هذا ينتشر لواحد الدرجة ما كتصورش، باش نشوفوا حنا واش هاد البلاد حنايا واش حنا مسلمين ولا مسلمين، ما باقي عرفنا مع من حنايا. راه تقهرنا، راه ضعيف ضعيف، راه ما بقاش عنده راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يجازيكم بخير يا الشعب، وقفوا وقفوا مع بعضياتكم وتضامنوا وتضامنوا باش البلاد تزيد لقدام. هادشي اللي كيديروا فينا هاد 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 كروش الحرام، هادشي راه لا يعقل، راه لا يعقل، راه الواحد فيهم عنده 60 فيلا. الله يجازيكم بخير لما تضامنوا معنا، راه حنا باقي ماشي راه دايرين بحال باقيين حنا في ايامات الجاهليه في هاد الدوور هادو، حنا راه قراب الحضاره قريبه لينا وحنا باقي مهمشين لدرجه ما كنهضروش حنا كاع. ها هي لومبيلونس، ها شوف اش داروا لنا فيها موقفينا حنا، الحقوق ديالنا مهضومه، لا مدارس لا واد حار لا ماء صالح للشرب لا حتى شي حاجه. هادشي ملي كنهضروا فيه تيوقفونا، ولادنا كيموتوا غير في الطريق غير في الطريق هكاك، يعني بحال حنا غير حنا هي الحتاله ديال المجتمع. الله يجازيكم بخير، شوفوا السيده فين طايحه لما تفاعلوا معنا، راه تقريبا ساعتين هادي ولا اربع سوايع وخلينا لومبيلونس ما تطلعش عندنا. اشوف انتم هاد الوحشيه باش تتعاملوا معنا. الله يجازيكم بخير لما تفاعلوا معنا.